5 بيرل هاربر العالم من دون أمريكا. في ديسمبر 1941 كان في حادث من أكبر وأخطر الحوادث في التاريخ، الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر وتدمير قطعة كبيرة من الأسطول الأمريكي. أصل القصة أن وقتها اليابان كانت دولة عظمى، دولة مهمة جدا في العالم، دولة كبيرة جدا في العالم. اليابان وقتها كانت بتحتل الصين، منشوريا ومنطقة كبيرة جدا واسعة حواليها. اليابان وقتها كانت واخدة أماكن نفوذ كبيرة جدا في الهند الصينية، الهند الصينية اللي هي فيتنام ولاوس وكمبوديا، 3 دول. لما نقول الهند الصينية نقصد 3 دول، فيتنام لاوس كمبوديا. إذن اليابان كانت بتحتل الصين، موجودة في الهند الصينية، قوة كبيرة جدا في المحيط الهادي وأسيا. اليابان اللي بهذه القوة في هذا المكان كان عينيها على الأعداء والخصوم اللي بياخدوا موارد أسيا، اللي هي أمريكا وبريطانيا وهولندا. اللي جاب هولندا كانت هولندا محتلة أكبر بلد إسلامي في العالم، إندونيسيا. فاليابان عايزة تروح تضرب الدول دي وتاخد إندونيسيا بأسيا بالصين بكل المنطقة دي، تاخد الموارد للقوة العظمى اليابانية. فالأمريكان بدأوا يضيقوا عليهم، الدولتين بيطلوا على المحيط الهادي. عشان نتخيل الوضع، اليابان لو في هذا المكان فاحنا أمريكا الناحية التانية، دي خريطة العالم. أو خلي تكون ورقة أوضح، هنا لو هنا اليابان، هنا أمريكا، دي آخر العالم شرقا، دي آخر العالم غربا. هنا المحيط الهادي، لو قلنا اليابان هنا، هنا المحيط الهادي، لو أمريكا هنا، هنا برضو المحيط الهادي. الناس ممكن تعتقد أن العالم مسطح بهذا الشكل، أنه خلص كده، لا، العالم كرة بهذا الشكل. وبالتالي اليابان اللي هي هنا هي جنب أمريكا، من هنا بينهم من بعض المية، يعني تمشي من اليابان بالمركب توصل أمريكا من الناحية التانية مباشرة. وهو ده اللي حصل. لما اليابانيين كقوة عظمى تمددوا بقوة، الأمريكان قالوا لا، نربيهم شوية، اللي بيحصل ده. فأول حاجة فرض عقوبات. بعد كده 41 جم قالوا طب مش هنديهم بترول، وعقوبات أكبر وأكبر. عملوا مفاوضات، اليابانيين قالوا لا، الناس دول مش هينفع معهم النقاش ده، إحنا لازم نضرب أمريكا علشان نعرف نحتل دول آسيا. فنضرب أمريكا إزاي؟ أمريكا عندها أسطول عملاق في المحيط الهادي، لو ما تغديناش بيه هيتعشى بينا، فإحنا لازم نتغدى بيه الأول. فلازم نروح ندمر الأسطول الأمريكي اللي موجود في هاواي في بيرل هاربر. لو إحنا دمرناه خلاص نبدأ بقى نخش كده ببساطة على دول آسيا. وده اللي حصل بالفعل. أكتر من 300 طيارة من على 6 حاملات طائرات طلعوا ورا بعض، غارتين جويتين أو موجتين في منتهى القوة، سحقوا الأسطول الأمريكي. لحسن حظ أمريكا جزئيا، أن تشرشل زعيم بريطانيا كان قال لروزفلت زعيم أمريكا، خد بالك اليابانيين يمكن يضربوك. قبلها بيومين بس لحق يودي قطعتين كبار جدا من الأسطول برا هاواي، لكن اللي تبقى اتبهدل بهدلة كبيرة جدا. اتدمرت 188 طيارة على الأرض، زي 67 الطيران الأمريكي على الأرض، نسفوا اليابانيين، دمروا تماما، حرقوا تماما 188 طيارة. بوارج قطع عسكرية اتدمرت تماما. مات جنود كتير جدا، أكتر من 2400 ضابط وجندي قتلوا في هذه الغارة. حاجة مكثفة عنيفة جدا. والمذهل الترتيب السياسي بتاعها، هم في مفاوضات، شغل الأمريكان بالمفاوضات، قالوا سافرهم في أمريكا تكلم الخارجية الأمريكية تقول لهم إن احنا وقفنا المفاوضات، بس أنت تقول لهم الكلام ده قبل 30 دقيقة من ضرب الأسطول. فعلى ما بلغ الأمريكان 30 دقيقة ضربوا الأسطول على نحو ساحق. ناس كتيرة بتقول إيه اللي حصل ده وكان لازم يحصل. المهم في هذا التحليل ان امريكا كانت في حالها الى حد كبير. امريكا ما خرجتش بره امريكا كتير قبل الحرب العالميه الثانيه، وكانت الى حد كبير دوله سلام. انما اليابانيين بالضربه الموجعه ديت طلعوا امريكا للعالم. كان العالم بدون امريكا حتى بيرل هاربر. بعد بيرل هاربر اصبحت امريكا القوه الاكبر في العالم. في فيلم سينمائي شهير جدا انتاج 2001،
هذا الفيلم كان عائده من شباك التذاكر $500,000، كان رقم أسطوري وقتها، إنما هو أدق شيء بيصور ما حدث في سحق الأسطول الياباني للأسطول الأمريكي في بيرل هاربر 7 ديسمبر 1941. قبل هذه المعركة كان العالم تقريبا بدون أمريكا، بعد هذه المعركة أصبحت أمريكا موجودة في كل قارات العالم. وفاصل ونكمل.